بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرأى أحد الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشيب قد بان به، فقال يا رسول قال شبت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، شيبتني هود وأخواتها. حينما تسأل الواحد منا فتقول له شبت، قال شيبتني الدنيا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شيبتني هود وأخواتها. هذه السور العظيمة التي فيها الوعد والوعيد، وفيها قصص الأنبياء وما جرى عليهم نبيا تلو نبي ورسولا تلو رسول. وفي ختام هذه السورة العظيمة ذكر الله جل وعلا مآل الناس إلى فريقين: فريق سعدوا وفريق شقوا. فالذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله، والذين شقوا فمأواهم النار ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله. ثم عقبها بذكر الأمر باتباع الدين وذكر موسى عليه السلام والاختلاف عليه، ثم فرع على ذلك بقوله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. هذه الآية العظيمة التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستقيم على أمر الله جل وعلا. هذه الاستقامة فرع الله جل وعلا الأمر بها بعدما ذكر حال الأشقياء وحال السعداء، وبعدما ذكر حال الذين تفرقوا في الكتاب واختلفوا فيه، جاء الأمر فقال: فاستقم كما أمرت. استقم، الاستقامة هي لزوم الأمر، الاستقامة هي لزوم الأمر، وباختصار هي أخذ الدين كله، أخذ الدين كله دون تشهي. فما جاء عن الله وما جاء بأمر الله جل وعلا وما جاء بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فالمؤمن يقبله كله بدون يأخذ هذا ويترك هذا. يقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت، لا كما تشتهي أنت ولا كما تريد، إنما الاستقامة كما أمر الله جل وعلا. فاستقم كما أمرت ولا تطغوا، لا تتجاوز الحد، ولكن كن على الطريق المستقيم بأخذ الدين كله. وأعظم الاستقامة هي استقامة القلب، استقامة القلب لله جل وعلا بالتوحيد والإخلاص والانقياد لله جل وعلا، بأن لا يعمل إلا لله، ولا يرجو إلا الله، ولا يستعين إلا بالله جل وعلا، ولا يتقرب إلا إلى الله، ولا يسعى إلى مرضات أحد إلا الله جل وعلا. هذه هي الاستقامة. والاستقامة بالجوارح أن يؤدي أوامر الله سبحانه وتعالى. تجد بعض الناس تقول: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم لكن لا أصلي. وتجده يقول: أنا مسلما ويأكل الربا. تجده مسلما وينظر إلى الحرام. تجده مسلما ويأكل الحرام. هذا خارج عن الاستقامة. الاستقامة هي أخذ الأمر كله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها، لأنه أمر عظيم، هو أخذ الدين كله، أخذ الدين كله بدون اختيار. لما نهى الله جل وعلا عن مشابهة أهل الكتاب لأنهم كانوا يكفرون ببعض الكتاب ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وفي الاستقامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله سفيان ابن عبد الله الثقفي، قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله ثم استقم، أي أعلن الإسلام وأعلن التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واستقم على الأمر كله. استقم على الأمر كله، لا تتخير ولا تتشهى، بل ما جاءك عن الله فقم به. وجاء الأمر بالاستقامة في قول الله جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه.
فاستقيموا إليه واستغفروه. وعقب الله جل وعلا الاستغفار بعد بعد الأمر بالاستقامة لبيان أن الإنسان مهما عمل لن يحصل استقامة كما أمره الله جل وعلا. لذلك جاء الأمر بالاستغفار لتحصيل النقص الحاصل في الاستقامة. فكل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. فخير من أخطأ هو من تاب إلى الله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: سددوا واعملوا ولن تحصوا، وسددوا وقاربوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تحصوا، يعني لن تأتي بالأمر كله، لكن عليك بالاجتهاد. يقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. الاستقامة ليس معناها أن العبد لا يذنب، لا، العبد يذنب، لكنه لا يصر على ذنب ولا يستحل ذنبا، معاذ الله أن يستحل شيئا حرمه الله جل وعلا، بل إذا أذنب استغفر ويستحي من الله جل وعلا ويتوب إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. هذا هو معنى الاستقامة. يقول الله جل وعلا: واستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ثم ما هو جزاء الاستقامة؟ يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. جزاء الاستقامة على أمر الله، جزاء المجاهدة على أمر الله جل وعلا في هذه الدنيا، هو أن تتنزل على العبد السكينة، أن تتنزل عليه السكينة حال حياته وحال مماته. يقول الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. ويقول الله جل وعلا في آية أخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. معاشر الإخوان، من أعظم ما تكلم الله جل وعلا به ونعى به على أهل الكتاب أنهم تأتيهم الأوامر فيأخذون ما يشتهون ويتركون ما يشتهون، إنما يعملون بالأمر الذي يوافق هواهم. يقول الله جل وعلا عن الملأ من بني إسرائيل: وقالوا ربنا لما كتبت علينا، فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. يأخذون من الدين ما وافق هواهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طال عليهم الأمد، تركوا أمر الله جل وعلا، تطاولت عليهم السنون فتركوا أمر الله سبحانه وتعالى، تركوا الاستقامة على أمر الله. ما هي العقوبة؟ قست قلوبهم عياذا بالله جل وعلا. يقول حذيفة رضي الله عنه حينما سئل عن الفتنة، قال: الفتنة أن ترى حلالا ما كنت تراه حراما. حينما تحل الحرام هذه هي الفتنة، هذا هو ترك الاستقامة. الاستقامة أن تقوم بأمر الله جل وعلا صلاة وصياما وولاء وبراء ومحافظة على أمر الله جل وعلا كله، في أمر الله جل وعلا كله، لا تتشهى وتتخير. هذا إذا أراده العبد، إذا احتاج العبد إلى المعاملات سولت له نفسه فعل الربا وإتيان وأكل أموال الناس يتأول فيها، وهذا مناف للاستقامة. حينما يكون في غمرة النوم ويسمع المؤذن الله أكبر الله أكبر تغلبه نفسه على النوم ويترك الصلاة، وهذا هو ترك، هذا من ترك الاستقامة. حينما يرى العبد في جواله وفي آلته حينما يرى المحرمات وينسى قول الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا هو ترك الاستقامة. الاستقامة هو لزوم الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم الاستقامة على أمره، أحياء لنا وذرياتنا وجميع المسلمين. والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.